صلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد النبي الأمي الذي تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل البيت الطيبين الأطهار والصحابة الكرام والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا إلى فصل في العكس المستوي. قال رضي الله تعالى عنه في السلم المنورق بشرح العلامة مولانا شيخ الإسلام والمسلمين الشيخ حسن بن درويش القويسني شيخ الأزهر الشريف، فصل في العكس المستوي. هو لغة، وقلنا كلمة لغة منصوبة على أي أساس؟ أعرب لغة. واحد يقول حال والآخر يقول بنزع الخافض، وآخر يقول تمييز، ومن كان عنده تمييز فليقل إنها تمييز. ماذا ترجح؟ حال. طب عندما نقول حال يعني حالة كونه لغة، هذا التعريف. وهنا الوصف بها جامد ليس مشتقا. وإذا قلنا على نزع الخافض هذا يؤدي إلى تنكير ما هو معرف، لأننا لو أرجعنا الخافض فنقول في اللغة ولا نقول في لغة، والأحسن أن نقول إنها تمييز. لكن الأوجه الثلاثة جائزة، وأرجحها هو أن تعرب تمييزا، يعني نميز هذا التعريف بكونه لغة. التبديل والقلب كما قال رضي الله تعالى عنه: العكس قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية. فهناك شروط للعكس: أن تبقى القضية صادقة بعد عكسها، وأن تبقى الكيفية يعني أن تبقى موجبة كما كانت قبل العكس، أو تبقى سالبة كما كانت قبل العكس. وهناك شرطان لا بد منهما: أن يبقى الصدق، فلو عكسنا القضية وصارت بعد العكس كاذبة فهذا عكس باطل غير صحيح، أو كانت قبل العكس موجبة ثم صارت بعد العكس سالبة فهذا أيضا ضلال في الأرض وفساد كبير. العكس قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية. والكم وكذلك يبقى الكم. ما المراد بالكم؟ يعني إن كانت القضية كلية فتبقى يبقى فيها الكم، إلا الموجبة الكلية لا يبقى فيها الكم، يبقى فيها الكيف ويبقى فيها الصدق.
ولا يبقى الكم حيث تنعكس الموجبة الكلية إلى موجبة جزئية، ولو انعكست إلى كلية لكانت إيه؟ كاذبة. يلا يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. العكس قلب جزئين قضية مع بقاء الصدق والكيفية. العكس أي المساوي للأصل، وهو احتراز عن عكس النقيض وسيأتي. يعني العكس هنا كلمة مستوي، هذا يسمى إيه؟ هذا قيد المستوي، ليس هذا وصف كاشف، لأن العكس ليس كله مستويا. يعني معنى مستوي يعني مستوي مع الأصل اللي هو قبل العكس، فهذا هو العكس المستوي. أما إذا كان عكس نقيض فهذا ليس مستويا، لأنه بيعكس النقيض ولا يعكس الأصل. وعكس النقيض إما موافق وإما إيه؟ مخالف. فلأجل هذا كانت هناك أنواع ثلاثة، فقال لك هنا العكس المستوي، يعني الذي يستوي فيه العكس كأصله. أما إذا كان ليس عكسا للأصل وإنما عكس لنقيض الأصل، سواء كان موافقا أو مخالفا، فهذا ليس مستويا. فعندما قال لك العكس المستوي أراد، ها؟ ماذا أراد؟ ما الذي أراد بكلمة العكس المستوي؟ ماذا أراد؟ ها؟ ما أسمع شيء والله. أجيب قبل أن يعني تزهق الأرواح. ماذا أراد لما قال العكس المستوي؟ ماذا أراد بهذا القيد؟ ما هو الاحتراز؟ أكمل الإجابة. ها؟ ماذا أراد؟ إخراج عكس النقيض الموافق والمخالف. وأحيانا أشعر يعني كأنني أشرح لجماد، فأصاب بإحباط شديد، وربما يموت الإنسان الذي يشرح بسبب عدم فهم الذي يشرح له، يكاد يموت من الكبت. لماذا لا تجيب؟ هل أنت فاهم أو لا؟ هل معنى الجلوس والشرح كده مجرد تصوير ويعني منظر كده يعني نتسلى به كما نسلي الصيام في شهر رمضان، ولا هناك حكمة من وراء الدرس؟ هل هناك حكمة ولا ندرسكم عبثا وأنكم لا تفهمون؟ أجيبوا، هذا آخر درس، فإن لم تكن هناك إجابة فلن أعود هنا أبدا. ها؟ نعم؟ لماذا لا تجيبوا؟ يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. إذا وجه إليك سؤال فأجب، لا تسكت، لا تكن كالحجر أو كالجماد، أجب. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فماذا أصنع؟ في إجابة ولا ما فيش إجابة؟ أريد أن أشعر بالحياة، لا أني بين القبور. أسكت أحسن ولا أسأل؟ أين التفاعل؟ إذا لم يكن هناك تفاعل فلا معنى للدرس، ولا معنى للحضور، ولا معنى للاستماع. لا بد من المفاعلة. يا لو قاتلتكم ولم تبادلون القتال فأشعر أنني مهزوم أقاتل في الهواء. فالمقاتلة مفاعلة من الجانبين.
العمس أي مستوي أي مساوي للأصل، وهو احتراز عن عكس النقيض. هو احتراز عن عكس النقيض، يعني العكس النقيض ليس مستويا والعكس المستوي ليس نقيضا، مفهوم؟ ما أريد الجواب بالإشارة ولا بالإيماء، فهذا حيلة العاجز. لا يجوز الصلاة قاعدا أو بالإيماء مع القدرة على القيام، ولا يجوز الإشارة بالرؤوس مع القدرة على الكلام. هو الجزء أي طرفي القضية بجعل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا في الحملية، وبجعل المقدم مقدم قلب جزء أي القضية. كيف تقلب تجعل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا؟ هذا في القضية الحملية، أما في القضية الشرطية تجعل المقدم تاليا والتالي مقدما، مفهوم؟ يلا. حالة كونه مع بقاء الصدق في العكس، أي إن كان الأصل صادقا لازم صدق العكس. يعني إذا كان الأصل صادقا فيلزم صدق العكس، ويلزم أيضا بقاء الكيف وهو الإيجاب والسلب والكم، يعني ويلزم بقاء الكم إلا في الموجبة الكلية، فعوضوها الموجبة الجزئية، ومع بقاء الكم أي إن كان الأصل كليا فالعكس كلي، وإن كان جزئيا فالعكس جزئي، وسيأتي أمثلة ذلك. واستثنى المصنف من بقاء الكم قوله إلا الموجبة، حذف التاء للضرورة، أصلها الموجبة، يعني إلا الموجبة الكلية، فحذف التاء للضرورة أي الموجبة الكلية، فلا يبقى فيها الكم بل تنعكس جزئية، كما أشار إلى ذلك بقوله فعوضوها أي المناطق. وفي بعض النسخ فعوضها يعني عوض عنها الموجبة الجزئية، والمعنى أنه يشترط بقاء الكم في العكس كما كان في الأصل إلا في الموجبة الكلية، نحو، وهذا هو المثال، كل إنسان حيوان، فلو عكسناها إلى كل حيوان إنسان، ما هو العكس كده، هنخلي الموضوع محمول والمحمول إيه؟ موضوع. فلو قلنا كل إنسان حيوان، وكل حيوان إنسان، هنا الكيف باقي كما هو، هذه موجبة وهذه إيه؟ موجبة، ولكن اختل شرط وهو إيه؟ بقاء الصدق، لأنه ليس كل حيوان إنسان، صحيح أو صادقة كل إنسان حيوان فهذه صادقة، إنما كل إنسان حيوان صادقة، أما كل حيوان إنسان كاذبة، واضح؟ يلا. نحو كل إنسان حيوان، وكلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، فلا يبقى فيهما الكم. يعني جاب لك مثال في إيه؟ في الحملية، ومثال في الشرطية، كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، فلا يبقى فيهما الكم في العكس. لماذا لم يبقى الكم؟ يعني إذا أردنا أن نعكس فماذا نقول في عكس الأولى كل إنسان حيوان؟ هنبدل المحمول موضوع، هنقلب جزء القضية، ولكن لا يبقى الكم. لماذا؟ لأنه لو بقي لفسد العكس، فكانت أو فتكون إحداهما كاذبة. فلو قلنا كل إنسان
حيوان، وقلنا كل حيوان إنسان يختل شرطه الصدق، فكيف تنعكس؟ فنقول كده كل إنسان حيوان، وبعض الحيوان إنسان، فيكون العكس صحيحا لأنه بقي الصدق وبقي الكيف، ولكن لم يبق الكم. نعم. فلا يبقى فيهما الكم في العكس، بل تعكسهما جزئيتين، فتقول في عكس الأولى بعض الحيوان إنسان، وفي عكس الثانية قد يكون إذا كان هذا حيوانا كان إنسانا. يعني قد يكون، لأنه قد يكون ده هو سور الموجبة الجزئية، فالموجبة الكلية لها سور، والموجبة الجزئية لها سور، ولا يصح عكسهما كليتين، سواء يعني كان في الحملية أو في الشرطية، لأن المحمول الأعم يثبت لجميع أفراد الموضوع الأخص، يعني يندرج الأخص في الأعم، ولكن لا يندرج الأعم في الأخص، ولا يثبت ذلك الموضوع إلا لبعض أفراد ذلك المحمول الأعم، وكذلك المقدم هذا في الشرطية، الأخص يستلزم التالي الأعم كليا، ولا يستلزم الأعم الأخص إلا جزئيا. مفهوم؟ ثم اعلم أن القضايا شخصية وكلية وجزئية ومقبلة. هذه هي أنواع القضايا أو أقسام القضايا أربعة: شخصية، كلية، جزئية، مهملة، وهي إما موجبات أو سوالب. يبقى كم هنا؟ ثمانية. هنا خذ هذه القاعدة فهي مهمة. يقول لك الموجبات كلها، الموجبات تنعكس إلى موجبة جزئية، يعني الموجبة الشخصية، الموجبة الكلية، الموجبة الجزئية، الموجبة المهملة، كلهم ينعكس إلى موجبة جزئية. احفظ هذا حتى لا تنسى. الموجبات الأربع، يعني اللي هي إيه؟ الشخصية والجزئية والكلية والمهملة، عكسها واحد، تنعكس إلى إيه؟ إلى موجبة جزئية. خلاص كده؟ فقولك، شوف كده جاب لك أمثلة للأربع: زيد حيوان، عكسها بعض الحيوان زيد، ما أنت تخلي لابد في العكس يكون المحمول يصبح موضوع والموضوع يصبح محمول، مع بقاء أمرين وهما الصدق والكيف. زيد حيوان، تقول كده بعض الحيوان زيد، وقولك كل إنسان حيوان، بعض الإنسان كل إنسان حيوان، عكسها إيه؟ أو لا، مثال آخر: أو بعض الإنسان حيوان، أو الإنسان حيوان، عكس هذه الثلاثة بعض الحيوان إنسان. واضح؟ يبقى احنا قلنا كده الموجبات، الموجبات كلها ما هو عكسها؟ موجبة جزئية. والسوالب لا ينعكس منها إلا الكلية، يعني السوالب، السوالب كلها لا عكس فيها إلا في السالبة الكلية: لا شيء من الإنسان بحجر. كيف تنعكس القضية الكلية السالبة؟ قالوا عكسها كنفسها، يعني هي كلية سالبة فتنعكس كذلك إلى كلية سالبة. احنا قلنا يبقى إيه؟ يبقى الكيف، لازم سالبة تبقى سالبة، ويبقى الصدق.
القضية الكلية السالبة مثاله لا شيء من الإنسان بحجر، فعكسها كنفسها لا شيء من الحجر بإنسان. آتيك بمثال آخر، لا شيء من الحديد بذهب ولا شيء من الذهب بحديد. تبقى تنعكس إيه؟ كنفسها، يعني كلية سالبة. والشخصية، الشخصية ليس زيد بحجر، عكسها كلية، لا شيء من الحجر بزيد. يبقى القضية الشخصية تنعكس إلى كلية، لكن بشرط أن يكون محمولها كليا، فإن كان محمولها جزئيا انعكست كنفسها. يبقى القضية الشخصية لها إيه؟ لها عكسان، إذا كان محمولها كليا انعكست إلى كلية، أما إذا كان محمولها جزئيا انعكست كنفسها. كيف يكون محمولها جزئيا؟ يعني ليس محمولها كليا، كما تقول ليس زيد بعمر أو ليس زيد عمرا، فالمحمول هنا جزئي شخص، فلما تعكسها تقول ليس عمرو بزيد أو ليس عمرو زيدا. واضح؟ يبقى القضية الشخصية لها إيه؟ عكسان، إما أن تنعكس إلى كلية، وهذا بشرط أن يكون محمولها كليا، أما إذا كان المحمول شخصيا أو مخصوصا أو جزئيا هذا كله معناه واحد، فتنعكس إلى إيه؟ فتنعكس كنفسها. يلا والعكس. والعكس لازم لغير ما وجد اجتماع الفستين فاتصل. والعكس لازم لغير ما وجد به اجتماع الخستين، يعني يريد أن يقول لك كل قضية لازم لها العكس إلا إذا اجتمع أو اجتمعت فيها الخستان. ما المراد بالخستين؟ السلب والجزئية. فإذا كانت القضية جزئية سالبة فهذه لا تنعكس. لماذا؟ لاجتماع الخستين. السلب خسة، ليه؟ لأنه أخس من الإيجاب. والجزئية خسة لأنها أنقص وأحط من الكلية. المثال: بعض الحيوان ليس بإنسان، فهذا مثال للقضية التي اجتمعت فيها الخستان. بعض، هذا هو خسة الجزئية، ليس هذا هو خسة السلب، فلا عكس لها. لماذا؟ ما هو علة أو سبب عدم العكس؟ لأنه يصح سلب الأخص عن بعض أفراد الأعم، ولا يصح سلب الأعم عن بعض أفراد الأخص، فيصدق قولنا بعض الحيوان ليس بإنسان، لأننا هنا سلبنا إيه؟ ها؟ ما الذي سلبناه هنا؟ سلب الأخص عن بعض أفراد الأعم. إنما لا يصدق قولنا بعض الإنسان ليس بإيه؟ بحيوان، هذا لا يصدق. يعني سبب عدم عكسها هو عدم بقاء الصدق. فاقتصد تكملة للبيت، أي توسط في الأمور. ومثلها المهملة السلبية لأنها في قوة الجزئية، يعني مثل ما وجد به اجتماع الخستين اللي هو الجزئية السالبة أو السالبة الجزئية، مثلها
المهملة السلبية، لأن المهملة في قوة الجزئية، يعني كأنها جزئية، ومثلها أي السالبة الجزئية في عدم لزوم العكس. يبقى إذن نعيد ثاني، الموجبات الأربع تنعكس إلى موجبة جزئية، ثم بعد ذلك السوالب كلها، نعم، لا تنعكس إلا الكلية السالبة وعكسها كنفسها، ثم نأتي إلى الشخصية. الشخصية إذا كان محمولها كليا فإنها تنعكس إلى كلية، أما إذا كان محمولها جزئيا فإنها تنعكس كنفسها. وهناك قضيتان لا تنعكسا، وهما ما اجتمع به الخستان، وهي الجزئية السالبة والمهملة السالبة، لأن المهملة السالبة في قوة الإيه؟ في قوة الجزئية. أقرأ. ومثلها أي السالبة الجزئية في عدم لزوم العكس لها القضية المهملة السلبية، كقولنا الحيوان ليس بإنسان فإنه صادق، ولا يصدق عكسه وهو الإنسان ليس بحيوان. يعني الحيوان لم يقل كل ولم يقل بعض، هذه مهملة وهي صادقة، ولكن لا يصدق عكسها، ولأجل هذا قال المهملة السلبية في قوة الجزئية، يعني إيه؟ لا تنعكس الجزئية السالبة، وهو الإنسان ليس بحيوان، لما تقدم من بيان صحة نفي الأخص عن بعض أفراد الأعم، وعدم العكس، يعني عدم صحة نفي الأعم عن بعض أفراد الأخص. نعم، يلا. وقد أشار إلى ذلك بقوله لأنها أي المهملة السلبية في قوة الجزئية، يعني المهملة السلبية في قوة الجزئية، يعني كما لا تنعكس الجزئية السالبة لا تنعكس المهملة السالبة لأنها في قوتها. ثم إن العكس لا يكون إلا في الحمليات والشرطيات المتصلة كما تقدم تمثيل ذلك. وإليه أشار بقوله والعكس في مرتب بالطبع وليس في مرتب بالوقع. والعكس يبقى إذن عندك هنا جدول موضح، عكس الحمليات ما هو؟ موجبة كلية جزئية، مهملة طبيعية شخصية، وأضاف الطبيعية تنعكس جميعا اللي هي الموجبات، ولكن حتى لو قلنا بالقضية الطبيعية فعكسها يكون إلى موجبة جزئية، يعني كل الموجبات تنعكس إلى موجبة جزئية. أما السالبة إذا كانت جزئية أو مهملة لا تنعكس، وإذا كانت طبيعية تنعكس سالبة طبيعية. عندك هنا طبيعية كلية شخصية، كل هذه تنعكس، كل هذه تنعكس، ولكن الطبيعية تنعكس كما هي، سالبة طبيعية سالبة طبيعية. طب الكلية السالبة تنعكس أيضا إلى كلية سالبة. أما القضية الشخصية إذا كانت سالبة كلية أو سالبة شخصية، قلنا فرقنا، قلت لكم إذا كان محمولها إيه؟ كليا فإنها تنعكس إلى إيه؟ إلى كلية، أما إذا كان محمولها جزئيا فإنها تنعكس إلى إيه؟ إلى كنفسها. نعم. ثم قال والعكس في مرتب بالطبع وليس في مرتب بالوضع. والعكس في مرتب أي ثابت في قضية مرتبة بالطبع،
ما هو الترتيب الطبيعي؟ هو ما اقتضاه المعنى بحيث يتغير بتغيره. ألا ترى أن معنى القضية الحملية ثبوت مفهوم المحمول لأفراد الموضوع؟ فإذا غير ترتيبها أفاد ثبوت مفهوم الموضوع لأفراد المحمول. ومعنى الشرطية لزوم التالي للمقدم، فإذا غير الترتيب أفادت لزوم المقدم للتالي. هذا هو المرتب بالطبع. وأما المرتب بالوضع فهو الشرطية المنفصلة. ما الفرق بين الترتيب بالطبع والترتيب بالوضع؟ من يجيب على هذا السؤال؟ هناك ترتيب طبيعي وهناك ترتيب بالوضع، ما الفرق؟ أين الإجابة؟ ما الفرق بين المرتب بالطبع والمرتب بالوضع؟ ما الفرق؟ هل هناك فرق أو لا؟ ما هو؟ نعم؟ أي تغير؟ يعني هذا المعنى هو مرتب بالطبع، هذا المعنى مرتب على ما قبله، إنما المرتب بالوضع ليس هناك ترتيب إلا في الوضع فقط، يعني ليس هناك أمر مترتب على آخر في المعنى، إنما فقط في الذكر. يعني مثلا شوف، أنا وضعت هذه هنا ووضعت هذه هنا، فأقول لك هذه بعد هذه في الوضع، لكن لا يشترط في المعنى أن تكون هذه قبل هذه، لأنه ممكن أعكس فأضع هذه هنا وهذه هنا. إذن ففي القضية الشرطية المتصلة لابد أن يكون فيها الترتيب بالطبع، أما في المنفصلة يكون فيها الترتيب بالوضع. فأقول إذا كان هذا العدد فردا فالآخر زوجا، ممكن أقول إذا كان هذا زوجا فالآخر، مجرد وضع أو ذكر يعني في الكلام والترتيب، ولكن ليس في إيه؟ ليس في المعنى. فإذا لم يكن المعنى يختلف أو يتغير فهذا يكون إيه؟ مرتب بالطبع، يعني ترتيبه طبع الأمر أن يكون هكذا. يعني مثلا عندما أقول واحد ثم أقول بعده اثنين، هذا هو الطبيعي، هذا هو المنطق. إنما هل ينفع أقول اثنين وأقول واحد؟ لا، هذا مخالف للطبع. يبقى هناك ترتيب بالطبع. يعني مثلا إذا أردت أن أذكر بحسب الطبع، أرتب الجنس قبل النوع ولا النوع قبل الجنس؟ ما الذي يكون قبل الآخر، الجنس قبل النوع ولا النوع قبل الجنس؟ الجنس قبل النوع، لأن النوع ما كان نوعا إلا به بالنظر إلى الجنس. فأقول مثلا معدن، ثم أقول المعدن ينقسم إلى حديد إلى ذهب إلى فضة، فهذه أنواع المعدن اللي هو الجنس. لكن لا يمكن أقول إيه حديد ثم أقول معنى. فهمنا الترتيب ليه الطبيعي، يعني اقتضاه الطبع، أما الآخر اقتضاه الوضع. يلا. وأما المرتب بالوضع فهو الشرطية المنفصلة، لأن ترتيبها ذكري بحيث لا يتغير معناها بتغير طرفيها. يعني لو غيرنا في الطرفين فجعلنا هذا قبل هذا لا يتغير المعنى. فإذا قلت العدد إما زوج أو فرد، فرضنا قلت العدد إما فرد أو زوج، هل تغير المعنى؟ لا. لو قدمت الأول على الثاني أو الثاني على الأول
لا يتغير المعنى، فعلم أن الترتيب إنما هو في مجرد الوضع والذكر، وهذا معنى قول المصنف وليس أي العكس ثابتا في مرتب بالوضع، وذلك هو القضية الشرطية المنفصلة فلا عكس فيها. يعني أفرض قلت العدد إما زوج وإما فرد، كيف تعكس؟ حتقول العدد إما زوج أو فرد أو إما فرد أو ما فيهاش عكس، لأنه ليس فيها إيه ترتيب بحسب الإيه بحسب المعنى. واضح؟ يلا. وقد علم من تقييد مصنفه العمس بالمستوي أن كلامه قيد فقط. يعني عندما قال المستوي يبقى كلامه كلمة المستوي قيد فقط، وخرج به عكس النقيض الموافق. يعني مثلا أنا مش هعكس الأصل، أنا هعكس النقيض، ولكن عكس النقيض مهم، فيه موافق وفيه إيه؟ مخالف. ما هو عكس النقيض؟ خلينا في الموافق أسهل، تبديل كل من الطرفين بنقيض الآخر، شوف كده، مع بقاء الكم والكيف، كل إنسان حيوان. أريد أن أعكس هذه القضية عكس نقيض اللي هو الموافق. طيب فين نقيض إنسان؟ أنا عاوز أجيب نقيض الطرف الأول فأعكسه وآتي بنقيض الطرف الإيه؟ الآخر. طيب نقيض إنسان لا إنسان أو ليس إنسان، طيب ونقيض حيوان ليس حيوان، فآتي بنقيض الأصل مع نقيض العكس، ولذلك سمي موافق لأنه موافق للأصل. فأقول مثلا في عكس كل إنسان حيوان كل ما ليس بحيوان، ما أنا لازم أجيب الإيه المحمول موضوع والموضوع محمول، ولكن أجيبه على النقيض وليس على الأصل. فلما كان على الأصل اللي هو المستوي كان إيه كل إنسان حيوان، لما جينا عكسنا العكس المستوي قلنا إيه بعض إيه بعض الحيوان إنسان، هنا ما فيش إيه نقيض. إنما إذا أردت أن آتي بالنقيض شوف الأصله كل إنسان حيوان، عاوز أعكسها عكس مستوي هقول إيه بعض الحيوان إنسان، اسمه ده عكس إيه مستوي. طب أريد أن أعكس عكس النقيض الموافق فأقول كل ما ليس بإيه بحيوان هو ليس بإنسان، هذا اسمه عكس ايه النقيض الموافق، وسمي موافقا لموافقته للأصل للعكس في الكيف، موافق للأصل. خلاص كده، يعني الأصل كان ايه كان ايه موجبا مش كده، وثم ايه صار في ايه عكسه يبقى ايه هنجيب عكس نقيض موافق. طب يبقى اول حاجه فهمنا اول حاجه عكس العكس المستوي، ده هو المثال نفسه اللي هو ايه كل انسان ايه حيوان، عاوز اريد عكسا مستويا ماذا اقول؟ بعض الحيوان انسان. اريد عكس نقيض موافق أقول كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان. واضح؟ وخرج به أيضا عكس النقيض المخالف. النقيض المخالف عاوز أفهم شوية، ماذا نفعل في النقيض الموافق؟ نبدل نخلي المحمول موضوع والموضوع محمول، ولكن إيه نجيب نقيض الأصل، فإنسان ليس بإنسان وحيوان ليس بحيوان، ولكن نبدل، يعني لا نجعلها في الترتيب كالأصل ولكن نجيب الإيه العكس. طب إيه معنى عكس النقيض المخالف؟ تبديل الأول كلمة مخالف بنقيض الثاني،
يعني هجيب الاول وبدله مش بالثاني، بنقيض الايه الثاني، والثاني بعين الاول، ولهذا سمي ايه مخالفا. يعني شوف، لو انا جبت الاول نقيض الثاني والثاني نقيض الاول هيبقى ايه موافق، انما عشان يكون مخالف اجيب الاول نقيض الايه الثاني، والثاني ليس نقيض الاول والا لكان موافقا، وانما اجيب عين الاول مع الاختلاف في الكيف. لابد يكون في اختلاف في الكيف هنا. فمثلا كل انسان حيوان، عرفنا نفس المثال في الكل، هو في المستوي وفي الموافق وفي المخالف. كيف قلنا في المستوي؟ بعض الحيوان انسان. طب كيف قلنا في عكس النقيض الموافق؟ كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان. أما عكس النقيض المخالف، أبدل الأول بنقيض الثاني والثاني بعين الأول مع الاختلاف في الكيف. فمثلا كل إنسان حيوان، عاوزين عكس النقيض الإيه؟ ها؟ المخالف. شوف، لا شيء مما ليس بحيوان إنسان. فأنا عملت إيه؟ بدلت الأول ليس بإيه؟ بعين الثاني ولكن بنقيضه. فمثلا الثاني ما هو؟ ها؟ نقولنا كل إنسان حيوان، لو جبناها على الأصل هنقوله إيه؟ ها؟ كل إنسان حيوان، هنقوله بعض الحيوان إنسان. فرحنا جبنا هنا لا شيء، جبنا النقيض، مما ليس بحيوان إنسان وسمي مخالفا. بس هنا قلنا إيه؟ لا شيء مما ليس بحيوان، فجبنا إيه؟ جبنا نقيض الثاني. طب والأول تركناه كما هو، نقولنا إيه إنسان، هل غيرناها؟ جبنا عين الإيه الأول. يعني التبديل فقط حيكون في الثاني، نأتي بنقيضه، أما الأول نتركه كما هو. وسمي مخالفا لمخالفة العكس للأصل في الكيف، لأن في الأول كان إيه؟ ها؟ كان موجبا، فلما انعكس صار إيه؟ صار سالبا. عندنا كم نوع من أنواع العكس؟ ثلاثة: العكس المستوي، وهذا أسهل الثلاثة، تبديل المحمول بالموضوع والمحمول بالموضوع مع بقاء الايه؟ مع بقاء الصدق والايه؟ والكيفية. طيب، ثم نأتي إلى الموافق، عكس النقيض الموافق، هنبدل الايه؟ هنبدل كل واحد منهما بنقيض الايه؟ الآخر. أما في عكس النقيض المخالف هنبدل الأول بنقيض الإيه؟ الثاني، والثاني بعين الإيه؟ بعين الأول. واضح؟ وعندك هنا عكس الشرطيات، الشرطية إما متصلة يا إما منفصلة، وكل من المنفصلة والمتصلة إما كلية وإما إيه؟ جزئية، وكل من الكلية والجزئية إما موجبة وإما سالبة. يبقى إذن الكلية الموجبة تنعكس إيه؟ تمام كده؟ تنعكس متصلة موجبة جزئية، ده في الشرطية. السالبة تنعكس للمتصلة سالبة كلية، الموجبة تنعكس متصلة موجبة جزئية، السالبة لا تنعكس، والشرطية المنفصلة كلها لا عكس فيها، لأنه لا فائدة من عكسها، لأن الترتيب فيها ليس بالطبع وإنما بالوضع. عكس القضايا، خد بالك في جدول في آخر صفحة مكتوب فيه عكس
النقيض الموافق وعكس النقيض المخالف والعكس المستوي. المستوي تعرفه كده، احفظها، هذه هي الخلاصة. المستوي قلب جزئين قضية مع بقاء الصدق والكيفية والكم إلا في الموجبة الكلية فعوضوها أو فعوضوها موجبة جزئية. عكس النقيض الموافق تبديل كل من الطرفين بنقيض الآخر مع بقاء الكم والكيف. عكس النقيض المخالف تبديل الأول بنقيض الثاني والثاني بعين الأول مع الاختلاف في الكيف. فانتبه، بالنسبة لعكس النقيض المخالف سمي مخالفا لمخالفته الأصل في الكيف فيختلف في الكيف، أما في الموافق لا يختلف في الكيف وإلا لا يسمى موافقا. وكذلك العكس المستوي لا يختلف أيضا في الكيف، فالذي يختلف في الكيف هو عكس النقيض المخالف. وبهذا يكون قد انتهى الكلام في العكس. في العكس باقي باب القياس إلى آخر الكتاب، فإن شاء الله تعالى نعود إلى تكملة هذا الكتاب إن كتب الله لنا التوفيق والمدد، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على أسعد مخلوق سيدنا محمد وعلى آله وسلم على معلوماتك وبدايه كلماتك كلها.